بين باب التباني ذات الأغلبية السكانية السنية وجبل محسن ذات الأغلبية العلوية تاريخ من الحروب الطائفية. لطالما ارتفعت الحواجز الترابية ليرتفع معها منسوب التعصب الطائفي. وضعت الحرب أوزارها وبقي شبان باب التباني وجبل محسن فريسة الانقسام. جمعية مارش جمعت هؤلاء الشبان في مشروع ثقافي فني لتحقق ما عجز عنه السياسيون. إذا هالشباب إذا غيرنا الظرف يلي عايشين فيه، وهي كتير مرات بيكون أقوى منهم، مثل الفقر والتعتير وعدم الأمل وعدم وجود الفرص، إذا أخذناهم وغيرنا لهم ظروفهم ممكن يوصلوا لمطرح أنه يقدروا بالعكس يتقبلوا بعضهم ويحطوا السلاح على جنب. على مدى سنوات شكلت منطقتي باب التباني وجبل محسن مسرحا لكل أنواع العنف المسلح، فرقت بين أبناء المنطقتين. مقاتلو الأمس هم أنفسهم اليوم يقفون على خشبة مسرح واحدة ليروا على طريقتهم قصة الحب والحرب. كان من الصعب جدا على مقاتلين أن يتحولوا إلى ممثلين غير محترفين يؤدون أدوارا أرادوها ورسموا شخصياتها على طريقتهم ليتحول الحقد إلى صداقة. هن اللي حطينا هي براسنا، هن هيك عبوا إن هن أعدائنا. خلاص نحن أعداء. هي قبل المسرحية. أما بعد المسرحية أو من خلال المسرحية نحن نعبي لهم براسهم إن نحن ما في اختلاف بيناتنا. مسرحية حب وحرب على السطح تهدف إلى توعية مجتمع الشباب إلى حقيقة الصراع فيما بينهم والإضاءة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي لهؤلاء الشبان، ما يدفعهم إلى التطرف وحمل السلاح. باب التباني إرهابية، وباب التباني كفار، وباب التباني ما بعرف شو إسلامية وداعش وجبهة النصرة. وأنا هيك كنت حاط براسي يعني لو تنزلنا على المسرح واجتمعنا سوا تقول باب التباني مثلنا مثلهم. إني وجعهم هو وجعنا. راحت خطيفة مع واحد سني وعائلتنا هدروا لهم دمهم. تدور أحداث مسرحية حب وحرب على السطح حول علي ابن جبل محسن وعائشة ابنة باب التباني، حبيبان رغما عن التقاليد والظروف يلتقيان على سطح إحدى المباني ليكونا ضحية الاشتباكات المتبادلة. بمجتمعاتنا نحن بنعرف أنه في كتير صعوبة لتقبل أنه شخص يحب شخص تاني من طائفة تاني أو من مجتمع تاني، أو أكيد هذا شيء في صعوبة، وهيدا كمان له عليها أبي ليش مرات بيصير في معارك بالمطلق. ستتحول المسرحية في مرحلة لاحقة إلى فيلم وثائقي يروي مراحل مشروع تحويل شباب باب التباني وجبل محسن من مقاتلين إلى سفراء للتعايش والسلام. صحراء أرناؤوط، الحرة، بيروت.